agrément. Là. ما باقي غير انا وعندي واحد عطيني لكن ست شهور ما بحسن يطلع باب الدار وبست شهور ولا جيش السوري منين باكل وبشرب انا الله ما بيجيب معك الا العالم شو هي منيح اللي جيت وانا وسهلا فيكم شوفوا اوجاع الدار بس هذا يخبط الدار عليه واللي بدهم اياه يساووا يساووا مازال الجيش هوني انا خاصة بعد ما دخل الجيش هوني ما عادني مثلي مثله ليش حتى الجيش هكا ينضرب وانا ما انضرب لا انا لازم انضرب قبل ما ينضرب الجيش انا لازم انضرب قبل ما ينضرب الجيش كفكف دموعك ابي فسوريا تضمك في ثراها 84 عاما عشق فيها الشهيد البطل الياس منصور أبو عدنان تراب سوريا فكان مدرسة في الرجولة والبطولة بجسده الغض وبدمعة الأب الحنون خاطب الشهيد قاتله أنا إذا أجل المسلحين ما بقتله بس إذا مسكت واحد منه بعلمه الأدب بعلمه على الكتاب المقدس لا تقتل لا تزني لا تسرق شو قتل نفسي قتل نفسي وضع حرامي بجميع الفتور كحجارة وادي السياح بقي الشهيد أبو عدنان واقفا صامدا في وجه قاتله لم يترك بيته الذي يزرع في كل زاوية منه ذكرى من ذكريات العمر استقبل أبناء الجيش العربي السوري في منزله وأوضح للعالم كله وعلى شاشة الإخبارية السورية حقيقة ما يجري في بلده فكان هدفا لحقد الإرهاب رصاصة قنص غادرة من يد آثمة أنهت حياة الشهيد البطل أبي عدنان نعم لم يخشى الموت ولم يخشى الغدر دفع مهر حبه لوطنه فكان أبا لكل سوري ولكل عربي أصيل حر يشهد كل من يعرف الشهيد أبا عدنان بطيبة هذا الرجل ووفائه وإخلاصه وحبه للآخرين استشهد برصاصة قنص وهو عم يصلي من أجل السلام وبعمر 85 سنة عجزنا في أنه يطلع ما رضى يطلع أصر أنه يموت ببيته جدي ما كان يرضى يطلع بنوب أبدا خلينا يطلع ما رضى لحتى استشهد بس دقلوا لقناص أنه شو ذنبه جدي عمره 80 سنة بس لأنه حكى على التلفزيون أنه مسلحين وهيك بس بدقلوا الله يسامحكم بس والله يحمي سوريا سمع صوت القذيفة نزلت نص الحارة صارت لي نزلت نص الحارة قال دقوم شوف أجا بدي يوطي ولا القناص ضربه بغدر 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 برأيك هو ما في مثله مثال طيب حنون ما في مثله بس الله يجازيه برأيك ليش انقتل قتل لأنه عم يقول كلمة الحق بأي ذنب قتلت أبا عدنان لأنك أبيت أن تترك منزلا يأويك وولدك المعاق لأنك بكيت حالك وحال البلد أم لأنك رفضت القتل والدمار دموعك حرقت القلوب وكلماتك المرتجفة باقية في الذاكرة والوجدان نم قرير العين أبي نم بين أحضان سوريا شهيدا عزيزا كريما نم مطمئنا فإن سوريا التي أحببت لم ولن تنحني أمام العواصف وستبقى تذكرك عاشقا محبا وفيا لترابها هنيئا لك قرية فيروزة هنيئا لكل أبناء سوريا
فشيخ الشهداء اليوم يلف بعلم الوطن وبزهور الوطن، فطوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله. رحم الله شهيدنا الياس منصور أبا عدنان، رحم الله كل شهدائك سوريا. أنا خايف من الموت؟ لا،